شفتي انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه، وعارف ان انا مش هون عليكي. انا جايب لك صلصه من غاليه، كان ممكن اجيب لك كشطه من رخيص. هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه؟ اكل بعقلك حلاوه، ويا ريتها حلاوه بقشطه، لا حلاوه بصلصه. والنبي يا خالتي سيبينا في حالنا، واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض، مالكيش دعوه انت. وبعدين اما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز. تعالى احب فيكي شويه بقى، وحشتيني بجد. وحشتك يا خاين. يا بنت اسلوبي طولك شويه، ما تطمعيهوش فيكي. حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش. احترم نفسك يالا. بقول لك ايه، انا شفت حاوي معدي تحت البيت، تعالى افرجك عليه من البلكونه. حرام انا جوز خالتي. عاجبك اللي بتعمله بنتك دي؟ هترخص ده كده يا راجل. ربنا يكرمك بالزهايمر، او ينقصف عمرك في اشاره مرور، او حتى يجيلك انفلونزا الطيور. امين يا رب. برضو مش هنسى عمليتك السودا. كده بقى هتخليني اشرح لك وادخل في تفاصيل تجرح محاسيسي. لا يا حبيبي اجرح محاسيسي، انا بقى عايز اعرف عشان اسامحك. امري الى الله. انا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا احياء في العلم. الجهاز المنجب عند الراجل ده عباره عن ايه؟ شويه مسالك واورده، عدم المؤاخذه زي المواسير. المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكله سودة، عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف. لو ما سلكناش وما نضفناش، واخده بالك، هنصاب بامراض خطيره جدا. بس انا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده. عشان كده لازم يدرسوا الثقافه الانجابيه دي في المدارس. مش معقول البنت تبقى عامله زي الجاموسه العشر كده وما تعرفش اي حاجه عن جسم الراجل. انتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسه؟ عصومي كانت بتغيبني في الحصص دي. خير ما عملت، امال انا حبيتك ليه؟ بص انا جايب لك معايا مجله طبيبك الخاص، فيها دكتور كاتب كلام بياكد الكلام اللي انا بقوله لك ده بالرسم والصوره. حبيبتي انت سخسختي بمدرج انك شفتي رسم، والله ما عاد في منك. امال انا حبيتك ليه؟ ساميه ايه اللي انت وريتولي ده؟ بص انا مصدقك هنصدقك، بس اوعى توريني الحاجات دي تاني. ما تنساش ان انا من اسره محافظه. ايوه ما انا عارف انك من اسره محافظه، ابوكي من اسره محافظه وامك من سجن المحافظه. قصدي محافظه يعني. طب يلا بقى يا ها، شد حيلك عشان نتجوز. مش الست برضه عندها مواسير؟ معرفش، بس انتوا اكيد لكم نظام صرف يختلف عننا. استحيل حكايه المواسير دي. مواسير ايه امك قاعده بقى؟ اكلك البلوزه يا اختي. ايه حكايه البلوزه والحلاوه في البيت ده؟ انتوا كده هيجيلكوا السكر وهيبقى عالي كمان 300 فهرنهايت. طب استنى استنى ما تمشي.